خطيرة موجود فيها البيتكوين. تصحيح عنيف لبعض العملات الرقمية، كل الناس خايفة تبيع عملاتها ولا تترك عملاتها. هل رح نزور الى مناطق 39,000 ولا رح ننطلق الى مناطق 45,000؟ بالاضافة هيك شباب، في عنا رح نحكي عن صفقة استثمارية طلبوها مني الشباب. اهلا وسهلا فيكم متابعين قناتي علم العملات الرقمية. شباب، اذا كان عجبك المحتوى وكنت اذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، لا تنسى تفعل لي زر الجرس وتنزل وتعمل لي اشتراك. حيتان البيتكوين عمال بملوا جيوبهم. حسب موقع الانفينستيك للعملات الرقمية، تماسك البيتكوين عند منطقة 42,500 هالشي ممكن يعطينا دفعة امل انه رح نشوف باسبوع الجاي مناطق 45,000. حوت اخر 12 ساعة كان عمال بيجمع كمية كبيرة من البيتكوين. في حركة كبيرة رح تحصل اليوم باغلاق الاسبوعي. لا تخلي صديقي عواطفك تتحكم فيك وانت تبيع خسران. اصدقائي، طبعا نحن مثل ما انتم بتعرفوا، نحن بنعرف السوق بده شوية صبر. بالنسبة لشرط البيتكوين على فريم الاسبوعي، هالشمعتين الخضر هدول اعطونا دفعة امل، لكن للأسف ما قدرنا نثبت. منطقة 43 مهم كتير ما نغلق اسفله. بأسوأ الأحوال إذا أغلقنا أسفل هاي المنطقة، ممكن شباب نشوف مناطق 40 و39. شباب، في بعض الأصدقاء طلبوا مني صفقة استثمارية، لكن صديقي أنا بنصحك تعمل أبحاثك قبل ما تستثمر بأي عملة. شباب، صفقتنا موجودة على منصة باينانس. شباب، اسم العملة CTK. القيمة السوقية اللي إلها 95 مليون دولار، وعدد تقريبيا 100 مليون. شباب، مناطق الدخول لهي العملة من الدولار إلى الدولار و12 سنت. سعر هلا الحالي لهي العملة دولار و30 سنت. حاليا شباب ممكن نصحح بعد هذا الارتفاع. هلا انا ما بنصحك الدخول بسعر الحالي، وطبعا هالعملة هاي عملت ارتفاعات وصلت تقريبا الى 3 دولار. طبعا انا هون موضح لكم منطقة الدعم. اول هدف شباب لهي العملة دولار و80 سنت، ودولار و94 لهدف الثاني، وهدف بعيد دولارين و5 سنت. شباب، هاي الصفقة استثمارية بس يكون دخولك باستراتيجية معينة. اول شغلة صديقي انتظر سعر الدخول، وتاني شي لما بترتفع العملة فوق سعر دخولك انت لازم تخرج ارباحك لحتى انت تحس حالك عملت شي. يعني صديقي ممكن تاكل شوية وقت، ممكن اسبوعين او 3 اسابيع لتوصل لاول هدف. لكن صديقي انت عند الارتفاع خرج ارباحك. بحال اذا هبطت العملة وصلت لمنطقة الدعم، انت ممكن تعزز بالعملة او ممكن تاخد ارباحك وبتحطها بعملة تانية. وهيك شباب بكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو، وهذا كان كل شيء بخص الاستثمار. صديقي، واذا كنت بتفضل المضاربة اليومية انضم لنا لنسور التليجرام. للتنويه شباب، في اشخاص عمال بيسألوني على منصة بيت جيت اللي فيها نظام النسر. شباب، انا تارككم الرابط اللي باسفل الفيديو. اللي حابب يستفسر عن منصة بيت جيت يراسلني على الرابط اللي باسفل الفيديو ليعرف شو هو نظام النسخ ويتداول وهو نايم. واذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، لا تنسى تعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية. والى اللقاء شباب بفيديو اخر.